السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تسنيم أنت سبيل وورد. وما زلنا مستمرين في سلسلة الشهيوات المغربية، وبالنسبة لفيديو اليوم سوف نقدم لكم طبق مغربي أصيل أنا وهو الكسكس المغربي باللحم والخضار. تابعوا معنا الطريقة، ونتمنى الفيديو أنه ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش أنكم تدعمونا بلي لايك ديالكم ولي كومنتار، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبركوا على الخيار ديال كل أو أول أو تو باش يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون إن شاء الله. وتابعوا معنا الوصفة إيطاب باغ إيطاب باش تحصلوا على الميم ريزولتا. نبداو. أول حاجة كنحطوا اللحم، اي نوعيه ديال اللحم عندكم، يا اما الدجاج يا اما اللحم بقري او لا اللحم ديال الحولي، واللي كيتزاد في الميم عطريه، يعني الميم ايبيس. غادي نحطوا اللحم، ديروا الكميه اللي بغيتو، ونضيفوا عليها العطريه اللي متكونه من الكركم، ملح، الابزار، الزنجبيل. اضيفوا مكونات جهد معلقه كبيره، او لا نتوما عينكم ميزانكم، داكشي غادي يبان لكم واش تبلات اللحمه او لا. كنديروا الكميه ديال الزنجبيل قليله في اللحم، اما لا كانت الدجاج غادي تضاعفوا الكميه، ونزيدوا الملح على حسب الذوق والابزار ضروري، ونحطوا العطريه كامله باش تبل لينا اللحم. غادي نزيدو جوج حبات ديال البصل دو زونيون، غادي نقطعوهم. هاي الطريقه ديال التقطع كيفاش دايره. فوالا، هاد المكونات اللي كنوريكم دابا غير ديال زعما التشحر ديال اللحم باش يتنسم ويولي فيه واحد لوغو اللي غزال بزاف. هي اللي غادي نوريكم الخضره اللي غادي نستعملو في الكسكسو. جميع الخضر اللي كيعجبوكم تقدروا ديروهم في هذه الوصفه، حيت هذه الوصفه صحيه ومتكامله، كتحتوي على الفيتامينات والبروتين والنشا اللي هو السميد او البلبوله او اي حاجه تقدروا تستعملوه فيها، اما السميده اما البلبوله يا اما الذره. يعني هاد الوصفه فالابل مع كاع اللي مع كاع هادوك الكسكسو او اي حاجه. هنا غادي نستعملوا كاس تقريبا ديال زيت المائده، كاس زيت المائده غادي نضيفوه بالكامل. هذاك الكاس هو اللي غادي تشحر لينا فيه اللحم، وكاس تقريبا كاس قل شوي ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون كيف ما كتعرفوا غني عن التعريف بمكوناته، صحي، كيعطينا واحد النسمه اللي رائعه في الكسكس ديالنا، وكتجي واحد لوغو فيه غزال بزاف. اللي متوفر عنده يدير زيت الزيتون حيت كيعطي واحد لوغو افضل. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو باش اننا نشحروا اللحم، وغادي يعطينا ان شاء الله واحد الطعم اللي رائع جدا. هانتوما شوفوا معايا اللون كيداير رائع. دابا غادي نحطوه فوق البوطه ونخليو اللحمه تتشحر وتشرب المكونات جيدا، وغادي نرجعو معكم ان شاء الله. فوالا، بعد ما حطينا الطبق ديالنا يتشحر فوق البوطه، ها هي اللحمه ديالنا كيف ما كتشوفوا كتشرب العطريه ديالنا. ودابا غادي نوريكم الخضر اللي غادي نستعملوا في هذه الوصفه ان شاء الله. غير اللي بغيت نقول لكم هو ان هذه الوصفه هذه جميع انواع الخضر اللي كتعجبكم واللي ما كتعجبكمش، مثلا بعد الخضر غنوريهم لكم ما كيعجبكمش تقدروا انكم تستغناو عليهم، والخضر اللي كيعجبكم تقدروا تضيفوهم. يعني هاد الوصفه فالابل مع كاع لي ليغوم اللي كيعجبوكم. فوالا، كيف ما كتشوفوا معنا هادو هما الخضر اللي كنستعملوا في الطبق ديالنا. كاين الباذنجان، وكاينه القرعه، كاينه هاد النوعيه ديال القرعه اللي كتكون ناشفه، صراحه كتجي زوينه في الكسكسو،
وكاينه الاخرى يعني اللي عجباتكم ديروها. انا متوفر عندي هذه هي اللي غادي تستعمل ان شاء الله. وعندنا لي شو، وعندنا الكورجيت، وعندنا لي كاروت، وعندنا اللفت، عندنا ديك اللفته البيضاء، وعندنا ديك الصفراء. هادو بجوجهم كيعجبوني وكيعطيو واحد لوغو لي زوين. وكاينه مطيشه، مطيشه غادي نحكوها حتى الاخر، هي وربيع والفلفل الحار على حسب الذوق. كنحكو مطيشه حتى الاخر وكنضيفوها هي وربيع والفلفل وديك القرعه، يعني ما كيحتاجوش بزاف ديال الطياب. وعندنا الفول، الفول حتى هو كنضيفوه حتى هو في الاخر مع القرعه وداكشي الاخر. وعندنا السمن، السمن الحر حتى هو اختياري. تقدروا كاين اللي كيعجبو لوغو ديالو، كاين اللي ما كيعجبوش، يعني تقدروا ديروه وتقدروا ما ديروهش على حسب نتوما شنو كتبغيو. هانتوما كيف تشوفوا معنا بعد ما فاق، راه يقدر كيبان لكم البخار. راه دابا غادي غادي دابا نحيدوه ونرشوه بالماء وشويه الزيت، ونعاودو عاوتاني نديرو ليه التفويره الثانيه، وكذلك نفس الحاجه غادي نديروها التفويره الثالثه. وفاش غادي يفور عاوتاني التفويره الثالثه غادي تسقيو عادي، وان شاء الله غادي تكون الوصفه جاهزه معاكم. دابا غادي نزيدو الباقي ديال الخضر، الكورجيت والقرعه الحمراء، الا مطيشه اللي ما غادي نزيدوها حتى الاخر، هي والفلفله والربيع. فوالا كيف ما كتشوفوا معانا، دابا غادي نديرو في الكسكسو الماء نبردو. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما تشحر اللحم مزيان وتشرب ديك العطريه غادي نزيدو الماء. ها نتوما غادي نوريكم الماء الكافي اللي تزيدو باش يطيب اللحم والخضره، تقريبا جوج كيسان كبار. سمحوا لي 2 لتر، يعني 2 لتر ديال الماء يكون ساخن شويه. فوالا هذه هي الكميه ديال الماء اللي غادي نزيدو. غادي نزيدو دابا الخضره، غادي نزيدو ديك الخضره اللي كتكون شاده في راسها بحال لي كاغوط، اما الخضره اللي ما كتحتاجش بزاف ديال الطيوبه هي اللي غادي نديرو الفوق باش ما باش تبقى محافظه لينا على الشكل ديالها. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معنا، راني زدت لي كاغوط، غادي نزيد كاع ديك الكميه اللي عندي. وغادي نزيد من وراها اللفت، هذه هي الكميه ديال الماء اللي محتاج الكسكسو ديالنا باش يطيب. دابا غادي نزيد الباذنجان ونزيد لي شو، والبقيه ديال الخضره كما قلت لكم في الاول غادي نخليوها تيقرب تقريبا يطيب، حيت ما كتحتاجش واحد الكميه اللي كبيره ديال الطياب بحال الفول والقرعه والكورجيت. اما بالنسبه ل هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا، بعد ما شدينا السميده ودرنا فيها شويه الزيت وشويه ديال الماء، دابا غادي نعمروها في الكسكاس ونحطوها باش تفور. صافي هذه هي الطريقه. وفاش غادي يطلع البخار غادي يبان لكم بعينيكم بلي راه البخار طلع، غادي ديروا التكسكيسه الاولى، وغادي تكون ثلاثه التكسكيسات باش يكون الكسكسو ديالنا واجد ونطلق. اي فوالا، بعد ما طاب الطبق ديالنا ها نتوما كيف ما كتشوفوا طريقه التقديم. كل واحد كتختلف على حسب الذوق ديالو. صراحه من المنظر ديالو غادي يبان لكم الطعم، يعني صراحه غزال والرائحه يا سلام. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتبعوا الوصفه
من الاول حتى الاخر غادي تحصلوا على نفس النتيجه ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، وما تنسوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا، وخليوا لينا الاراء ديالكم تحت في لي كومونتير، واي وصفه او تقدروا انكم تقولوها لينا في لي كومونتير غادي نقدموها لكم ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، باي باي، ونخليكم مع طريقه التقديم.